وتحضر ضيفة معنا في بلاتو الظهيرة الدكتورة لمياء الودغيري، أخصائية في الأمراض الجلدية. أهلا بكم دكتورة. شكرا على الاستضافة. كاينة موجة حر غتبدأ من غدا، شنو الفترة اللي خصني نبتعدوا فيها على أشعة الشمس؟ هو تجنب التعرض أساسي وضروري باش نحمي البشرة ديالي، دونك الوقت ما بين 11-12 النهار حتى 3-4 العشية نتجنب التعرض. داك التعرض اللا إرادي المباشر اللي غادي نمشي نقضي غراض، نمشي لخدمتي في الطريق راكب أو ماشي، وكذلك بالنسبة للناس اللي غتمشي تقضي نهار جنب البحر ولا نهار في الغابة ولا غدوز نهار ديال النزهة، هنا نحاولوا أننا نتجنبوا ما نجلسوش تحت منها مباشرة. في حالة كنت مضطرة أنني نكون تحت أشعة الشمس في هذه الفترة، شنو هي الإجراءات اللي خصني ضروري نلتزم بها؟ نبقاو دائما في تجنب التعرض، نقلب على الظل ما امكن، الناس اللي جنب الشواطئ الظل نحمي من الشمس، ماشي غير بالليكرون ولكن كذلك بالملابس ما امكن. الملابس عندها حمايه، سواء الحويجات اللي غيتلبسوا، سواء الطربوش اللي غيدار فوق الراس، النظاظر اللي غيحميو كذلك العينين، ونضيف لهم بطبيعه الحال كيفما شرتي الواقي من اشعه الشمس او ما يعرف بالليكرون. الليكرون يتوضع ويتجدد طريقة اللي تخلي منه فعال. كاين الناس الكبارين والحرارة، شنا هما القواعد الصحية باش نحميو الناس الكبارين؟ ألوغ الناس الكبار ونضيفوا لهم كذلك الفئة العمرية ديال الأطفال وديال الرضع، هي فئة اللي غنقولوا الصحة ديالها خصنا نردوا لها البال أكثر وأكثر. إذا كانت هذه النصائح سائرة على الناس كلها، هذه الفئة ضروري وأساسي نأكدوا على، بالإضافة لتجنب التعرض، بالإضافة للحماية، كذلك نردوا البال للمشكل اللي تيقدر يطرى لهم أكثر، هو لا ديزيدغاتاسيون، جفاف ديال الجسم، وهنا هذه الفئه عرضه اكثر. وهذا ما نساوش ان خص يتم تعويض هذيك المياه، وخصنا نردوا لهم البال. الاطفال ما خصهمش يتعرضوا بالاساس، الناس الكبار كذلك، دونك هنا نحاولوا نتجنبوا ونضاعفوا الوسائل ديال الحمايه اللي هي وسائل بسيطه في المتناول واساسيه وكتبقى ضروريه. المياه ضروريه طبعا، المياه الشرب ديالها ضروري، وضع المراهم للحمايه من اشعه الشمس وتكرارها وبواحد الكميه كافيه اللي غتحميني، نعرفوا بانها تتاخذ واحد المده وتيتم الاستهلاك ديالها، يعني ما تتبقاش فعاله. شكرا لكم دكتوره لمياء الودغيري، اخصائيه في الامراض الجلديه.